في إحدى البلاد البعيدة كانت تعيش امرأة وحيدة ولم يكن لها أولاد. كانت تريد أن تكون لها طفلة تحبها وتخاف عليها وتؤنس وحدتها. وفي يوم من الأيام مرت بائعة البذور العجيبة، فاشترت المرأة بذرة، زرعت هذه البذرة فنمت وترعرعت. كبرت البذرة وظهرت فيها زهرة جميلة جذابة. وكان في داخل هذه الزهرة بنت صغيرة جدا، كان اسمها عقلة الإصبع، لأن طولها لا يزيد على طول عقدة الإصبع الواحدة. عاشت عقلة الإصبع مع المرأة في بيتها وكانت في منتهى السعادة والهناء. كانت عقلة الإصبع تغني وهي تركب سفينة صغيرة مصنوعة من أوراق الورد داخل إناء صنع خصيصا من أجل عقلة الإصبع. وذات يوم رائع، هذه البنت مناسبة كي يلعب بها ابني ويخرج من حزنه. أيتها الفتاة الصغيرة، هنا. أنت شريرة؟ أحضرتك لكي يلعب بك ابني وينسى حزنه، فعليك أن تكوني مطيعة وإلا فإن الحزن سيعود إلى ابني. لست دمية ليلعب بي. أصمتي الآن، فقد أتى ليلعب. ها؟ هيا يا بني افرح، فلم تعد وحيدا. عزيزتي، هذه الفتاة مسكينة، أليس كذلك؟ تعالي ننقذها. شكرا جزيلا لمساعدتي. مع السلامة، اعتني بنفسك. وبذلك استطاعت عقلة الإصبع أن تهرب من ذلك الضفدع، وحملت المياه عقلة الإصبع إلى بلد بعيد وهي تركب ورقة خضراء. ما رأيك أن نكون أصدقاء أيتها الفراشة؟ هذه الحشرة تريد أن تصادق عقلة الإصبع لأنها كانت تراها لطيفة جدا. لا داعي للخوف يا صديقتي، أتشربين بعض الرحيق؟ لا أريد شيئا منك. ما رأيك أن نلعب معا لعبة الدوران أيتها الفتاة اللطيفة؟ من أين أتيت بهذه الفتاة الصغيرة؟
وثارت عاصفة من السخرية بعقلة الإصبع. إنها صديقتي لطيفة أليس كذلك؟ كيف تكون لطيفة وليس لها جناحان؟ انظروا إلى رأسها، هل ترون قرونا؟ ليست لطيفة أبدا، فهي تشبه البشر. أرى أنها أقبح من رأيتم في حياتي. وبعد أن سمعت الحشرة ما قالته باقي الحشرات، تغير رأيها في عقلة الإصبع ولم تعد تريد أن تصادقها. أنت لست لطيفة أبدا، لم أعد أريد صداقتك. بعدئذ مشت عقلة الإصبع في الغابة وحيدة وبلا مؤنس. كانت عقلة الإصبع تنام في الليل على أوراق الشجيرات، وفي الظهر تشرب من رحيق الزهور، ثم تفكر وتفكر وتفكر ولا تدري إلى أين تذهب. مر على هذا وقت طويل، رحل ربيع وذهب صيف ومضى خريف وجاء الشتاء البارد. أشعر بالبرد الشديد، يطرق الباب. أنت متجمدة من البرد، هيا هيا تفضلي بالدخول. خطفتك الضفدعة، ولكن لا تخافي، يمكنك أن تسكني هذا البيت طول الشتاء إن أردت ذلك يا صغيرة. شكرا لك. شرط أن تساعديني في الطبخ وتغني لي وتحدثيني بالقصص والحكايات. حسنا، أنا موافقة. نحركها بهدوء هكذا. وقررت عقلة الإصبع أن تعيش مع الفأرة اللطيفة كل فصل الشتاء في منزلها، وكانتا تمضيان كل يوم أوقاتا سعيدة. كانت تبدو تلك السعادة الغامرة التي كانتا تشعران بها كما لو أنها ستدوم حتى آخر العمر.
أين سأفتح؟ دعت الفأرة جارها الخلد لزيارتها. كان هذا الخلد مثقفا وغنيا. فكرت الفأرة في أن تنقل عقلة الإصبع إلى منزله لتتعلم القراءة والكتابة، ولكن عقلة الإصبع لم ترتح لهذا الخلد، وكانت تراه فظا ثرثارا لا يمل الكلام. وأنت يا عقلة الإصبع، ترى ما هو أكثر شيء تحبينه في هذا العالم؟ أنا أحب الأزهار الجميلة جدا، وأحب أيضا الشمس الدافئة. الأزهار وأشعة الشمس؟ لا أحتمل ذلك. نظري ضعيف ولا أستطيع التمتع برؤية الأزهار، وضوء الشمس يجعلني أختار منزلي تحت الأرض هربا منها. لنغير الحديث ولنستمع إلى غنائك الجميل، هيا. فكرة رائعة وتستحق التصفيق. ها قد انتهيت من حفر النفق الآن، ويمكنكما أن تمشيا فيه متى أردتما ذلك من دون أن تتعرضا لبرد الشتاء القارس. ما رأيك؟ ولكن في وسط الطريق سوف تصادفان عصفورا مريضا، لا تخافا عند رؤيته. هيا سأدلكما على الطريق. شكرا أيها الخلد. تفضلا. هذا هو العصفور. ربما مرض هذا المسكين من برد هذا الشتاء القارس. الحمد لله أنني لست من العصافير، لأن العصافير لا تجيد سوى الغناء، فإذا جاء الشتاء هاجرت وماتت من البرد. هيا هيا لنذهب إلى منزلي. وأنا لا أحب أن أكون عصفورا، هكذا أفضل. ماذا تفعلين عندك؟ هيا تعالي بسرعة. حاضر. مسكين ذلك العصفور الجميل، ربما كان في إمكانه أن يغني أغاني رائعة في فصل الصيف، ولكنه مرض من برد الشتاء. وقررت عقلة الإصبع أن تحيك غطاء من أغصان الأشجار للعصفور المسكين، وبدأت بتنفيذ ما عزمت عليه. أتمنى لك الشفاء يا صديقي، كما أنني أتمنى أن يأتي الصيف وأنت معافى كي تغني لنا أجمل الأغاني. وأحس العصفور الصغير بالحنان والدفء. صنعت عقلة الإصبع للعصفور فراشا من قطن وسادتها، وأحضرت غطاءها وغطته لكي تجعله يشعر بالدفء أكثر. أخذت عقلة الإصبع تهتم بهذا العصفور كل يوم، وتسهر إلى جانبه ولا تفارقه لحظة واحدة. وذات يوم سطعت الشمس فتسللت إلى النفق. حمدا لله على السلامة. شكرا لك، أشعر بأنني أفضل لأنني أشعر بالدفء. ولكن عليك أن تبقى في فراشك الدافئ حتى يأتي الربيع لتطير في السماء من جديد. نعم، الشتاء قاس جدا وتخاف منه كل العصافير والطيور يا صديقتي. كنت أطير مع رفاقي نحو الجنوب هربا من برد الشتاء القارس، فاصطدمت بشجرة كبيرة وجرحت، وبعد ذلك لم أعد أتذكر ما أصابني. مسكين، هيا انسى هذه الذكريات المؤلمة واطمئن لأنني معك. لا أعلم كيف أرد الجميل أيتها الفتاة اللطيفة. ها
هذا ما كان في أيام فصل الشتاء، فقد اعتنت عقلة الإصبع بصحة العصفور جيدا، وتابعت ذلك حتى جاء فصل الربيع ونشر أشعة شمسه الدافئة في كل مكان. السماء جميلة جدا، أتذهبين معي إلى ضوء الشمس والدفئ يا صديقتي؟ لا أستطيع يا صديقي لأن الفأرة ستقلق علي. معك حق، لن أنسى مساعدتك لي مهما طال بي العمر أيتها الصديقة اللطيفة. إلى اللقاء يا عصفور. إلى اللقاء. إلى اللقاء. بعد أن طار العصفور بعيدا، بقيت عقلة الإصبع تحدق في السماء طويلا حتى جاء فصل الصيف. أنت هنا وأنا أفتش عنك في كل مكان. لقد أحضر السيد خلد أقمشة جديدة لكي تخيطي أثوابا منها عندما تنتقلين إلى بيته للدراسة، أما أنا فسأذهب إلى الحقول لأجمع مؤونة الشتاء. الفأرة تغلق بيتها في الصيف وتذهب إلى الحقول، وكان على عقلة الإصبع أن تنتقل إلى منزل السيد خلد، ولم يكن بد من أن تلبس ثيابا جديدة لكي تنتقل إلى منزله. لهذا كان على عقلة الإصبع أن تخيط كثيرا من الثياب. كان الخلد يأتي إلى منزل الفأرة في كل يوم ويطمئن عن طالبته الجديدة المشغولة بخياطة الثياب الجديدة. لم تكن عقلة الإصبع تريد الذهاب إلى منزل الخلد لأنها لن تستطيع أن تنظر إلى السماء والشمس، فالخلد يعيش تحت الأرض. اقترب موعد الانتقال، وعقلة الإصبع تشعر بالأسف لأنها لم تذهب مع العصفور. وداعا أيتها الزهور، سلمي لي على العصفور عندما يقف عليك، فأنا لن أراكم بعد الآن. قد جاء فصل الخريف يا عزيزتي، وحان موعد الرحيل إلى الجنوب حيث البلاد الدافئة. هذا أنت يا عصفور؟ لا أريد أن أنتقل إلى بيت الخلد، لا أريد أن أترك الشمس والسماء والأزهار. اسمعي جيدا، أتسافرين معي إلى بلاد الجنوب الجميلة يا صديقتي؟ هناك الشمس ساطعة وعالية والسماء زرقاء صافية، ما رأيك؟ موافقة. وطارت عقلة الإصبع مع العصفور فوق الغابات والبحار، ووصلا أخيراً إلى بلاد الجنوب. إنها بلاد جميلة. لقد وصلنا بالسلامة يا صديقتي الغالية. ما هذه الزهرة؟ في بلادنا. وهكذا التقت عقلة الإصبع برحيق الزهور، وأدركت أنها لم تعد وحيدة بعد الآن. ما اسمك أيتها الصديقة؟ أنا اسمي عقلة الإصبع. ما رأيك يا عقلة الإصبع أن نعيش معا وتكوني حاكمة لأرض الريحان؟ ماذا؟
موافقة على ذلك. أصبحت عقلة الإصبع حاكمة أرض الرياحين بعد أن تزوجت رحيق الزهور. كم أنا سعيدة لأنني وجدت الكثير من الأصدقاء. الحلقة القادمة مغامرة يمر بها الطبيب جيلفر في أرض الأقزام البعيدة. كيف سيعامل هذا العملاق أصدقاءه الجدد؟ وكيف سيساعدهم على الخروج من مشكلاتهم؟ تابعونا في الحلقة القادمة لتعرفوا أحداثها. إلى اللقاء.